مشاهدينا لسه مكملين معاكم لقاءاتنا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ودلوقتي بشرفانا البوك تيوبر غادة لبيب. يعني احنا سعداء بوجودك معانا غادة، كمان انتي ادمن وجروب بوك جاردن. مظبوط، وجروب قراء مدينتي. صحيح. أهلا وسهلا. يعني اهلا بيكي، واحنا يعني خلينا نستغل وجودك معانا دلوقتي في حكاياتنا وفي المعرض، وتقولي للساده المشاهدين لو هترشحي لهم مبدئيا بعض الاصدارات او بعض الكتب اللي انت تابعتيها. انا هقول على بعض كتب من خلال قراءاتي السابقه للكتاب، اتوقع انها تكون جميله جدا. عندنا المجموعه القصصيه كم مره سنبيع القمر للكاتب دكتور اسامه علام، مجموعه قصصيه تجمع ما بين ادب الرحلات والسير الذاتيه. عندنا رواية الكاتبنا الكبير الأديب عمرو العدلي نرمين ومريم، متوقعة طبعا هتبقى رواية حلوة جدا. قبل كده كان له سيدة زجاجية، كانت رواية رائعة. في كمان الإصدار بتاع أستاذ نشأت يونس، وهي أرق بين العالمين، هي رواية بتحمل ما بين الحرب والجاسوسية. في كمان معانا كتاب نوعي، كتاب مهم جدا للكاتبة الصحفية أستاذة سهير عبد الحميد، بعنوان نحوم أفندي، وهو عن آخر حاخامات اليهود في مصر. في إيه كمان؟ في إصدار كمان لكاتبنا كاتب ومؤرخ أستاذ مدحت عبد الرازق بعنوان مراسم الغروب. في أيضا روايات، في رواية تاريخية مبنية على أحداث واقعية للكاتبة شيماء غنيم اسمها ربع الرز، في فترة زمنية من العشرينات والقرن الماضي، والقصة الحقيقية بتاعتها غير معروفة تماما، كنت أول مرة أتعرف عليها. معانا كمان الكاتب محمد اسماعيل عمر ورواية ورثة قارون، وهي رواية عن المعتقدات والخرافات التي قد تصل إلينا من الآباء والأجداد، وبنكتشف أن هي مش حقيقية وبنجري وراء سراب. طيب أنا يعني الحقيقة واحنا بنتكلم لقيت أن أنت دايما مهتمة قوي بالفعاليات الثقافية، وحتى الفعاليات والأنشطة اللي بتقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إيه أهم الفعاليات الثقافية اللي أنت حضرتيها في المعرض؟ كان في طبعا في أول أيام المعرض كان في ندوة مع كاتبة ضحى عاصي بعنوان مبدعون وجوائز، وتكريمها بعد حصول رواية غيوم فرنسية على جائزة اتحاد الكتاب العام الماضي. في ندوة للكاتب الكبير أستاذ أشرف العشماوي مع الكاتب هورست، وهو كاتب من النرويج، والنرويج هي ضيف شرف المعرض هذا العام، هو كاتب في أدب الجريمة. متوقعة طبعا هتكون حوار ونقاش سري جدا. ده الوقتي لحد دلوقتي اللي يعني حضرتهم. اشتريتي بقى كام كتاب من المعرض عشان تعمل لهم ريفيوز؟ انا كل اللي قلت لك عليه ده اشتريته، ولسه في حاجات تانية بقى ان شاء الله. يعني هنستنى ريفيوز كتير قوي الفتره الجايه. اكيد طبعا، اكيد ده موسم بنستناه كل سنه طبعا، اكيد نقابل كتابنا المحبوبين ونتعرف على احدث اصداراتهم. طيب غدا، سريعا قولي لي ردود الافعال اللي بتجيلك، حتى مش هقول لك بس اللي قابلتيها يعني وجها لوجه هنا في المعرض، لكن حتى اللي بتقابليها على المنصات الاجتماعية، منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام. على فكرة الشباب اللي حابب يقرأ، إيش عدد الشباب اللي بيقرأ؟ هل الشباب المصري بيقرأ فعلا؟ لا، حقيقي المعرض السنة دي فيه إقبال كبير من جميع الأعمار، وحتى لما الكتابات اللي بكتبها ريفيوز على الروايات والكتب بلاقي ناس بتدخل تعملي كومنت أو حتى بتبعت لي رسائل، مهتمة تعرف أكتر، مهتمة تعرف أكتر عن العمل وعن الكاتب، وحابة تعرف أعماله السابقة. طبعا في أعمار مختلفة بتحب القراءة الآن، يعني ده ميزة جميلة. الحمد لله. الحمد لله. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا غادة لبيب، بوكتيوبر، نورتينا في حكاية عنا. ألف شكر. Thank you.